اللهم اكذب في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما آتيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به، فخصني به يا رب العالمين. قال سيدنا الحسن: فألححت به على الله أسبوعا فبعث إلي الأمير ب500,000 وقضى الديون ووسع جانب الإنفاق. فرأى رسول الله قال: كيف حالك يا بني؟ قال: فرج الله وقد تضاعف الأمر وبعث إلي بكذا. قال: هكذا يا ولدي من رجا الخالق ولم يرجع.